هذا سائل يقول: من يسمع القرآن وقد وقع في الكفر أو الشرك؟ يقول أحسن الله إليكم: من يسمع القرآن وقد وقع في الكفر أو الشرك، فهل قامت عليه الحجة بهذا؟ نعم، لأن القرآن يحذر من الشرك ويتوعد عليه. كان الواجب عليه أنه يسأل ما هو الشرك اللي هذا غلظه وهذا شدة عذابه، يسأل عنه ما هو الشرك. نعم.